من الخامس عشر ضمن انطلاقات هذا اليوم، ونتواصل وإياكم مع المقدمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الصدارة ومقدمة هذا الشوط المتحدة تعود ملكيتها لحسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي مع المقدمة ومع الصدارة تليها على المركز الثاني. ومن تتقدم على المركز الثاني القدوم والوصول هنا من الظبي لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي، وعلى المركز الثالث القدوم من المركز الثالث في هذه اللحظات من تتقدم على المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. نلحق بركب المقدمة لكي نتواصل وإياكم لما يحدث وما يسير. نعم، هذه من تحتل المركز الثالث تتقدم فيه هنا مشاهدينا الكرام الجازي لخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. وعلى المركز الرابع تتواصل على المركز الرابع اللي وصلت على المركز الرابع فريدة لعبد الله بن راشد بن سعيد بن عبد الهادي بن شريدة على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس تصل على المركز الخامس في هذه اللحظات معزة لمسعود بن حمد بن محمد الجفران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط، نرجع وإياكم إلى المركز الأول والمقدمة هناك مع الظبي. الظبي اللي شكلها شكل ظبي هنا مع المركز الأول مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي مع الظبي مع انطلاقة الظبي وتحركاتها. لكن هنا على المركز الثاني تتقدم فيه المتحدة لحسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي من تصل وتحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث فالقدوم من المركز الثالث في هذه اللحظات من معزة لمسعود بن حمد بن محمد الجفران المري على المركز الثالث. وعلى المركز الرابع تتقدم فيه هنا الجازي لخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس وصلت على المركز الخامس في هذه اللحظات الظفرة لسيف بن ساري بن بلوش المزروعي. وعلى المركز الخامس نعم هذه الظفرة من تحتل المركز الخامس لسيف بن ساري بن بلوش المزروعي. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. نعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط، إلى مقدمة هذا الانطلاق. يا سلام، المقدمة والصدارة وقيادة هذا الشوط. هناك لازالت الأمور مع الظبي والقيادة مع الظبي. الظبي لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي. هذه الظبي وانطلاقتها المميزة مع المركز الأول. وعلى المركز الثاني المتحدة لحسين بن راشد بن سعيد الجربوعي. وعلى المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الظفرة لسيف بن ساري بن بلوش المزروعي. وعلى المركز الرابع يصل شعار العطية هنا مع الجازي خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس وصلت أول نداء وأول إذاعة لسرابة، سرابة لحمد بن علي بن حديد المري. وصلت سرابة في هذه اللحظات، غيرت من المركز الخامس إلى المركز الرابع ومن المركز الرابع إلى الثالث. يا سلام، وعينها على الناموس بكرة بن حديد هنا ترفع راية التهديد، تأتي من خلف هذه المراكز وتقتحم الصفوف وتحتل الصدارة. الله، غيرت سرابة بن حديد. يا سلام، حمد بن علي بن حديد المري غير مع سرابة الناموس. سرابة لها العديد من الإنجازات، لها العديد من الانتصارات. نعم مشاهدينا الكرام، نعرفها جيدا هذه البكرة، نعرفها حق المعرفة. هذه سرابة تعود ملكيتها لحمد بن حديد المري. حمد بن علي بن حديد رغم المحاولة هنا من الظفرة على المركز الثاني لسيف بن ساري بن بلوش المزروعي. وعلى المركز الثالث وصلت هنا على المركز الثالث المتحدة لحسين بن راشد بن حسين الجربوعي. ولكن الله، تحركت الظفرة، تحركت سرابة والظفرة، الظفرة وسرابة
تحركت سرابه والظفره، الظفره 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 ظفرت بهذا الناموس. سيف بن ساري بن بلوش المزروعي هنا مع الظفره مع المركز الاول. نعم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه الظفره يسجل الشوط باسم الظفره. تهانينا والناموس لساري لسيف بن ساري بن بلوش المزروعي على فوز الظفره وتحقيقها بالمركز الاول بكل جداره وبكل استحقاق. المركز الثاني سرابه لحمد بن علي بن حجيد المري. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الجذابه لناصر بن عبد الله بن عيسى الربيع الكواري. اما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع المتحده الحسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي. المركز الخامس وصلت على المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام مياسة. مياسة من وصلت على المركز الخامس. سيف سعيد بن سيف الجفالي النعيمي. تهانينا والناموس لجميع الفريق. مشاهدينا ومتابعينا الكرام ايها الاخوة الافاضل، هذه لحظة وصول مشاهدينا ومتابعينا الافاضل. ايها الاخوة وصلت الظفرة، قطعت المسافة في 6 دقائق و21 ثانية، 72 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسيف بن ساري بن بلوش المزروعي. اما المركز الثاني وصلت سرابة، قطعت المسافة في 6 دقائق و23 ثانية و20 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سرابة حمد بن علي بن حديد المري. اما المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الجذابة، قطعت المسافة في 6 دقائق 26 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الجذابة ناصر بن عبد الله بن عيسى الربيعة